رمضان جمعة علي عيد، مرشح لرئاسة الجمهورية 2012-2014، أوقفت انتخابات 2010، كنت مرشح لمجلس الشورى 2011، مجلس الشعب. المشروع بتاعي إنشاء سويقات صغيرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بأقل تكلفة وبأعلى جودة، بحيث أن المنتج يخرج من الفلاح المصري بأبخس الأسمان ويذهب إلى المواطن المصري بأعلى الأسعار، وذلك بعدم وجود حلقة اتصال ما بين الفلاح والمستهلك، لأن هناك حلقات اتصال أخرى هي التي يدخل في جيبها هذه المبالغ، رغم أن الفلاح والمواطن المصري يتكلف تكاليف باهظة في إنتاج تلك المنتجات، بالرغم أن الذي يحصل على تلك المنتجات هو البائع الوسيط وليس المستهلك المصري. لذلك اقترحت إنشاء سويقات صغيرة في 27 أو 28 محافظة بما فيهم محافظة الأقصر، وهذا المشروع يؤدي إلى القضاء على البطالة، فبدلا من أن الشباب المصري خير شباب الأرض، خير شباب الأرض، بدل من أن يكون ملقى على القهاوي والأماكن التي لا تدر خيرا له، فيجب أن يكون قوة عاملة أساسية في جمهورية مصر العربية. لذلك أننا عندنا مشروعات كثيرة، فمثلا القمح المصري، أعلى جودة في القمح العالمي هو القمح المصري، لأن به نسبة بروتين 12%، أعلى نسبة قمح، رغم أن سعر القمح 420 جنيه ويصل إلى الفلاح المصري 400 جنيه، رغم أن الإنتاجية في هذا العام بسبب الظروف الجوية كانت رديئة، رغم أن الدول في العالم الأجنبي والاتحاد الأوروبي يقومون بدعم الفلاح، أما نحن في مصر فلم يقم أحد بدعم الفلاح المصري. والثورة التي قامت في 25 يناير وفي 30/6 و3/7، والله أقسم بالله العظيم لولا الفلاح المصري لا كانت هدمت هذه الثورة، لأن من لم يملك قوته لم يملك قراره، فلو أضرب الفلاح المصري عن الزراعة كانت الثورة في أسفل الأسفلين، ولكن عار على الفلاح المصري أن لا يزرع أرضه ويتركها بور، رغم أن التكاليف الباهظة التي يتكبدها، فرغم ذلك ما زال سائدا ولم يلق نظرة من المؤسسات في الدولة. هناك بنك التنمية والائتمان الزراعي بها 4 مليار، كيف ندعم المستوردين ب4 مليار دولار ولا ندعم الفلاح المصري؟ قالوا أننا سوف نخفض 10,000 للفلاح المصري، ولم ينفذ هذا القرار. لذلك أطالب الذي يتولى من المرشحين سواء من المشير عبد الفتاح السيسي أو الأستاذ حمدان صباح الذي وافقه الله في الجولة القادمة، بأن الفلاح والعامل المصري يتم نظرة ثاقبة لهم، لأنهم هم عماد المستقبل، ومصر مليئة بالشباب والعقول التي أبهرت العالم أجمع، حيث أننا في مصر عندما يذهب المواطن أو الشاب المصري إلى أنحاء العالم يكون نابغة، مثل الدكتور فاروق الباز
أو الدكتور مجدي يعقوب أو إلى خلافه أو الدكتور أحمد زويل، فإنهم يكونون علما نبراسا لمصر. أما هنا في مصر فهناك في مراكز البحوث في الجامعات يوجد كثير من البحوث ولم نلقى نظرة لها، فيجب علينا أن العقلية المصرية فزة ويتم القضاء على البطالة وعلى الكهرباء وعلى جميع سد النهضة الذي أقيم. ميزانية مصر 55.5 مليار متر مكعب مية، تم خفض منه هذا العام 32 عند إقامة البناء عليه، تم خفض منه 7 مليارات متر مكعب، مليار متر مكعب مية، وأننا بال 55 مليار متر مكعب مية نغزو الصحراء الغربية، حيث أنه يوجد 22 مليون لغم في العالمين، 880 ألف فدان لم يتم استصلاحهم. فيجب علينا في مشروعات كثيرة في مصر، وهناك علماء وفلاسفة وعباقرة في مصر يجب الاعتناء بهم، ومهما تحدثت فلن أفي المواطن المصري حقه، لأن المواطن المصري والجيش المصري خير أجناد الأرض.